أهلا بكم في النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، والبداية بالعناوين. الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الداخلية بالكأس. ويجمع معلومات عن الترجي التونسي استعدادا لدوري الأبطال. وعالميا مواجهات قوية في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. حضر حسام البدري المدير الفني للأهلي إلى ملعب التتش عقب عودته من الإمارات ظهر اليوم بعد زيارة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي المتواجد هناك للعلاج. وكان البدري قد سافر برفقة سير عبد الحفيظ مدير القرى أمس إلى الإمارات من أجل الإطمئنان على محمود الخطيب. أحمد أيوب المدرب العام بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني سيبدأ اليوم الاستعداد لخوض مباراة الداخلية في كأس مصر، موضحا أن الفريق أغلق صفحة بطولة الدوري التي توج بها قبل نهاية المسابقة بستة أسابيع. وأكد أيوب أن الأهلي يسعى للحفاظ على لقب الكأس لتحقيق الثنائية مثلما فعل الموسم الماضي عندما فاز ببطولتي الدوري والكأس. وأكد المدرب العام للأهلي أن الفريق يركز في كل بطولة عندما منافستها، فبعدما انتهى من مباراة سموحة الأخيرة بالدوري وضع بطولة الكأس نصب أعينه، خاصة أنه سيلعب مباراة قوية أمام فريق الداخلية. اقترب المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي من المشاركة في مباراة الداخلية في كأس مصر بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا. وعانى أزارو من إجهاد في العضلة الخلفية حرمته من التدريبات الماضية، كما غاب عن مباراة سموحة الأخيرة بالدوري بسبب الإيقاف للحصول على 3 إنذارات. وأكد أحمد أيوب أن وليد أزارو اقترب من التماسل للشفاء والتعافي من إجهاد العضلة الخلفية،
وبات جاهزا بنسبة كبيرة للمشاركة في مباراة الداخلية يوم الجمعة المقبل في كأس مصر. قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه اطلع بشكل مبدئي على حالة رامي ربيعة مدافع الفريق، وذلك من خلال الاتصالات التي أجراها مع أطباء في ألمانيا للوقوف على آخر التفاصيل الخاصة بعلاج اللاعب، تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية. وأكد طبيب الأهلي أن ربيعة وصل القاهرة وسيحضر اليوم إلى مقر النادي ومعه التقارير الطبية الكاملة لرحلته العلاجية في ألمانيا، على أن يتم استكمال البرنامج العلاجي وفقا للتقرير الذي سيتسلمه اليوم من اللاعب. يعود باسم علي الظهير الأيمن بالأهلي للمران الجماعي عقب مواجهة الداخلية يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس مصر، بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الخاص به والذي يخضع له حاليا تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل. واشتكى باسم من إجهاد عضلي عام وآلام في العضلة الأمامية خلال الفترة الأخيرة، وخضع لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي وأخصائي التأهيل، تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى نهائي الحلم، نهائي الشامبيونز ليج. الترجي الرياضي التونسي يلاقي الشقيق المصري النادي الاهلي في اطار لقاء الاياب السكند ليج من اجل الشامبيونز ليج الافريقي. السيد حمدي خطيره جدا، السيد حمدي والهدف الاول، والهدف الاول النادي الاهلي عن طريق ناجي جدو، وكره خطيره وكره من وليد سليمان والهدف الثاني. مبروك للنادي الاهلي كاس السابعه في السجلات الاهلاويه. بدا الجهاز الفني بالاهلي مرحله جمع معلومات عن فريق الترجي التونسي قبل المباراه المرتقبه التي ستجمعهما اوائل شهر مايو المقبل في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. ويلعب الاهلي مع الترجي احد ايام 4 أو 5 أو 6 مايو ضمن المجموعه الاولى بجانب كل من كامبالا سيتي الأوغندي وتاونشيب رولز من بوتسوانا. وقال أحمد أيوب إنه على الرغم من انشغال الجهاز الفني بارتباطات محلية حيث يواجه يوم الجمعة المقبل الداخلية بكأس مصر، إلا أن الجهاز يجمع معلومات عن الفريق التونسي. وأكد أن الجهاز تابع تتويج الترجي ببطولة الدوري التونسي منذ أيام قليلة وقبل نهاية المسابقة بعدة أسابيع، موضحاً أن مباراة بطلي مصر وتونس ستكون قوية للفريقين في انطلاقة دور المجموعات لدوري الأبطال الأفريقي. أكد عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي بالنادي الأهلي وعضو لجنة الكرة بالنادي أن النادي سيؤجل الحديث عن أي عروض للثلاثي الأجنبي علي معلول وجونيور أجايي ووليد أزارو. وقال عبد الشافي أن النادي لم يتلقى أي عروض في الوقت الحالي، مؤكدا أن الأمور ستختلف عقب المونديال، خاصة وأن معلول وأزارو من العناصر الهامة في منتخبات تونس والمغرب، علاوة على انضمام النيجيري جونيور أجايي لمنتخب بلاده. وفي بطولة حمدان بن حمد الدولية بالإمارات، حيث أعرب علي عمر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عن الاعتزاز الكبير بمشاركة النادي الأهلي في البطولة التي تقام في دبي خلال الفترة من 10 إلى 19 إبريل الجاري، لافتا إلى أن اللجنة كانت حريصة للغاية على مشاركة نادي القرن في إفريقيا. وأوضح أن الأهلي يشارك كأول ممثل لقارة إفريقيا
في البطولة التي تقام في نسختها الثامنة، متمنيا للفريق التوفيق وتقديم عروض قوية خلال المنافسات. وأشار إلى أن مجلس دبي الرياضي كان حريص على إقامة البطولة التي تعزز من علاقات التعاون بين الأندية، وتمثل فرصة لاحتكاك فني قوي وفرصة لتبادل الخبرات بين مختلف المدارس القروية من آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. كلف محمد علي عامر عضو مجلس إدارة نادي الوصل الإماراتي والمدير التنفيذي إدارات النادي المختلفة لتوفير كافة احتياجات بعثة النادي الأهلي مواليد 2002، وذلك خلال تدريبات الفريق على ملاعب نادي الوصل، على هامش مشاركته في بطولة حمدان بن محمد الدولية تقديرا لمكانة الأهلي الكبير. وحرص محمد محبوب مدير أكاديمية الوصل لكرة القدم على حضور تدريبات الفريق الأخيرة، مؤكدا أن الأهلي يشارك في البطولة ببلده الثاني وأن ناديه يفخر بالعلاقات القوية مع الأهلي. ومن جانبه أشاد محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في الإمارات بالجهود التي تبذلها إدارة نادي الوصل، مؤكدا تقدير النادي لهذه الجهود الكبيرة. يغادر القاهرة غدا الأربعاء إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول متوجها إلى الكويت في زيارة تستغرق يوما واحدا لوضع الترتيبات النهائية للمباراة الودية بين منتخبي البلدين المقرر إقامتها هناك يوم 26 مايو المقبل، في إطار الاستعداد لمشاركة منتخب مصر في نهائيات كأس العالم بروسيا. وصرح لهيطة بأنه جاري حاليا إعداد الترتيبات النهائية لمباراتي كولومبيا في إيطاليا يوم 1 يونيو المقبل وبلجيكا في بلجيكا يوم 6 يونيو المقبل، حيث لم يتحدد بعد الملعبان اللذان سيقام عليهما المباراتين. وأضاف أن هكتور كوبر المدير الفني للفريق يعكف حاليا مع جهازه المعاون على دراسة الأسماء المقترحة لضمها إلى المعسكر النهائي على أن يتم الإعلان عنها قبل 15 يوما من انطلاقه. إلى أخبار الألعاب الأخرى والبداية من كرة اليد، حيث طرحت صباح اليوم اللجنة العليا المنظمة لبطولتي أفريقيا لكرة اليد رجال وسيدات برئاسة محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة 950 بطاقة موحدة لحضور مباريات البطولة التي ينظمها النادي الأهلي في الفترة من 13 إبريل الجاري وحتى 23 من الشهر ذاته. وحددت اللجنة العليا مبلغ 25 جنيه قيمة البطاقة الموحدة التي تمنح حاملها أحقية حضور جميع مباريات البطولتين.
وما زلنا مع كرة اليد رجال وسيدات، حيث قال رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي ومدير البطولة الأفريقية لكرة اليد رجال وسيدات أن الاستعدادات لاستقبال البطولتين على قدم وساق، وتشهد الساعات المقبلة وضع اللمسات الأخيرة على كافة الأمور المتعلقة بالبطولة وحفل الافتتاح والمنافسات. وأضاف عبد القادر أن اللجنة تلقت اعتذارين لفريقين من الجابون وهما استاد دامانجي وسالينعز، يصبح عدد الفرق المشاركة في بطولة الرجال 15 فريقا وتسع فرق بالنسبة لبطولة السيدات. وإلى جولة في الملاعب العالمية، حيث يخوض فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مواجهة من العيار الثقيل في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم، عندما يستضيف فريق ليفربول على ملعب الإمارات في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا. وكان لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب إنفيلد انتهى بفوز الريدز بثلاثية دون رد في مباراة شهدت تألق محمد صلاح نجم الفراعنة وهداف الدوري الإنجليزي، حيث سجل هدف وصنع آخر. وفي مباراة أخرى سيكون برشلونة ضيفاً ثقيلاً على نظيره روما الإيطالي على ملعب الأولمبيكو، وكان لقاء الذهاب الذي أقيم بالكامب نو قد انتهى بفوز الفريق الكتالوني برباعية مقابل هدف. وفي نفس السياق أعرب خوسيه كاسترو رئيس نادي إشبيلية إنه يتوجب على فريقه تحقيق الريمونتادا في ملعب ألينز أرينا أمام بايرن ميونخ غدا الأربعاء. وصرح كاسترو قبل توجهه إلى ميونخ لمؤازرة الفريق في مباراة الغد أن فريقه قادر على قلب النتيجة كما فعلها من قبل مع ليفربول الإنجليزي وكما حقق الفوز على مانشستر يونايتد في ملعب الأخير. ودعا كاسترو مشجعي الفريق لأن يكونوا سعداء، مشيدا بالتوقيت الجيد الذي يمر به إشبيلية الذي سيخوض نهائي كأس ملك إسبانيا في غضون 10 أيام، كما أن أمامه 7 مباريات هامة في الليغا لضمان التأهل لبطولة الدوري الأوروبي. كشفت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يدرس إلغاء تطبيق نظام إعارة اللاعبين في جميع الدوريات حول العالم. وقالت الصحيفة أن المسؤولين في الاتحاد الدولي يرون أن عملية إعارة اللاعبين أصبحت فوضى حقيقية وانحرفت عن المسار الصحيح بعد حصول الأندية على مبالغ كبيرة من خلالها. ويعد يوفنتوس الإيطالي أكثر الأندية التي تمتلك لاعبين معارين ب 41 لاعبا، ثم يأتي تشيلسي الإنجليزي في المركز الثاني ب 38 لاعبا.
يرى الحكم الإنجليزي السابق جرهام بول أن محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي لم يستحق الحصول على البطاقة الحمراء التي تلقاها في الدقائق الأخيرة أمام ساوثهامبتون في الجولة 33 للدوري الإنجليزي. وقال جرهام في تصريحات نقلتها الصحف الإنجليزية أن النني لم يقم بسلوك يستوجب الطرد، وأن الحكم أندري مارنير أخطأ في إقصاء اللاعب من المباراة. وطالب بول مسؤولي أرسنال بالاستئناف ضد عقوبة الطرد حتى لا يتعرض النني للإيقاف، حيث يواجه النني عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات. وجه النجم الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الشكر إلى الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الأسباني بعد أن تلقى منه هدية. ونشر راشفورد على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صورة لحذاء رياضي أحمر اللون ويحمل العلامة الخاصة برونالدو، لكنه ليس حذاء مخصص لكرة القدم. وإلى أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية من الأهرام سبورت. باسم علي يعود إلى تدريبات الأهلي الجمعة. ونطالع من الجمهورية، أزارو يقود هجوم الأهلي أمام الداخلية. وفي الوطن سبورت، طبيب الأهلي يتسلم التقارير الطبية لرامي ربيعة. ومن الشروق، أيوب بدأنا مرحلة جمع المعلومات عن فريق الترجي التونسي. ونطالع من اليوم السابع، صلاح محسن ينتظم في تدريبات الأهلي. ومن موقع فيتو، الأهلي يعود إلى التدريبات الجماعية استعدادا للداخلية. وإلى البوابة نيوز، رئيس بعثة الأهلي يحضر مؤتمر بطولة حمدان الدولية. ومن موقع صدى البلد، أحمد أيوب، نواجه الداخلية بطموح تحقيق الثنائية. ومن موقع الأهلي دوت كوم، علي لطفي سعيد بالمشاركة مع الأهلي وأتمنى المشاركة في مونديال روسيا. وأخيرا من موقع يورو سبورت عربية، الأحمر يبدأ الاستعداد للداخلية اليوم. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، قدمها لكم محمد سعيد. دمتم في أمان الله.